الناصرية التي لم تهدأ منذ انطلاق ثورة تشرين وحتى يومنا هذا أشعلت شرارة الثورة في كربلاء التي أعلنت اليوم تضامنها معهم بعد أن ندد المتظاهرون بالطرق التي يستخدمها الأحزاب لقمع المتظاهرين واعتقالهم بأساليب غير قانونية. اليوم تواجد جمهور محافظة كربلاء في ساحة الأحرار مساندة لأخوانهم التشرينين في مدينة ذي قار الجريحة لما تقوم به هذه الأحزاب من شتى وسائل، خصوصا الوسائل الأخيرة التي قاموا بها من تقطيع جثث بعض من الناشطين وتفجير بيوتهم. هذه الأساليب لم يقم بها حتى داعش اللعين مع أبناء الشعب العراقي بصورة عامة. انتشار أمني ومنع وصول أصحاب الدراجات للوصول إلى ساحة الأحرار بالوقت الذي يهدد به المتظاهرون داخل المحافظة بالتصعيد في حال لم تتحقق مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء كربلاء اليوم هنا في ساحة الأحرار يساندون ويتضامنون مع أخوتهم في ذي قار ويقفون لهم سندا متى ما أرادوا. تبرد الثورة وتردها الناصرية، شعارات أطلقت في محافظة كربلاء وسط ساحة الأحرار تضامنا مع أخوتهم في محافظة الناصرية. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.